كالكليست. كالكليست دي الويب سايت او الجورنان اللي جاب الخبر ده. طبعا هتقولي ده مش جورنان معروف وده مش عارف مين وكذا وكذا. عايز اقول لحضراتكم ان فاكرين فضيحه مونيكا لوينسكي مع الرئيس الامريكي، مونيكا في مكتبه والكلام ده كله. الفضيحه دي كشفها موقع اخباري اسمه دراج ريبورت، كتب خبر عن الفستان اللي راح التنظيف وعن واحدة اسمها مونيكا لوينسكي كانت شغالة مع كلينتون في البيت الابيض وبتحكي لصاحبتها في التليفون. خبر بسيط جدا عمل فضيحة بتاعت مونيكا لوينسكي كلها. وبالتالي اوعوا تستغربوا من الواقع البسيطة اللي ممكن تقع في ايدها اوراق مهمة او يطلع بخبر يهز بعد كده الدنيا كلها، لانه بيطلع الاخبار دي صحيحة. طيب في وسط كل الكلام ده يأتي الحديث عن ايه؟ عن الرأي العام. هو الرأي العام هو اللي بيضغط على الزعماء. في رأي عام الوقت في كل حتة في الدنيا ضد كل حاجة وضد اللي بتعمله اسرائيل. على فكرة يتزايد الرأي العام جدا الايجابي تجاه الفلسطينيين. صحيح حصلت مذابح، انا عايز اقول لكم ان احنا واصلين ل 5000 شهيد. 5000 شهيد من ضمنهم اكتر من 2000 طفل او 2000 طفل تقريبا. كويس؟ فبالتالي احنا بنتكلم على مذبحه واضحه المعالم تستمر بتأييد دولي. يعني النهارده ماكرون موجود في تل ابيب وهو بيتكلم معاهم، مع عمالين يموتوا في الاطفال عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. الحياه بالنسبه لهم هو ده اللي هم عايزين يعملوه. ولكن الرد ايضا لم يكن من الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المخطط، كان ايضا من الملك عبد الله من الاردن، وكان واضحا وصريحا، وجاء من اصحاب الشأن، جاء من الرئيس ابو مازن الرئيس الفلسطيني. نسمع الرئيس ابو مازن قال لهم ايه عن محاولات انه ينزعوا الفلسطينيين من ارضهم في القمه الاخيره. وانني ادعو لان يتحمل مجلس الامن مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة واعتراف باقي دول العالم بدولة فلسطين والذهاب إلى مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية لتحقيق هدف السلام المنشود. أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعوته واستضافته لهذا المؤتمر، وأشكر جميع الأطراف المشاركة وكل من يقدم يد العون لشعبنا في هذه الظروف الصعبة والمصيرية. أيها السيدات والسادة، لن نرحل، لن نرحل، لن نرحل، وسنبقى في أرضنا. بصوا، هو قال لهم 3 مرات لن نرحل لن نرحل لن نرحل وسنبقى في ارضنا. في وسط كل ده هل ما فهموش؟ لا، هم فاهمين. انا عايز اقول لكم هم فاهمين، بس هو هيفضل يقتل فيك لغايه لما تضطر تهرب. هو فاكر ان هو، لان هو ده تفكيره. على فكره اي صهيوني جبان روح اضربه هيطلع يجري. الصهاينه، أنا لا أتحدث عن اليهود عشان ما حدش يطلع يكلمني، لأن اليهود عاملين مظاهرات ضد الصهيونية قوية بنفس قوة المظاهرات العربية. يمكن عدد اليهود المتشددين اللي خارجين في نيويورك بيشتموا في إسرائيل كان أقوى في البدايات في المعركة دي عن العرب والمسلمين اللي خرجوا. ولكن القضية بالنسبة له هي قضية مخطط بعيد الأمد. عشان كده أنت لازم تعيد وتكرر، ولازم مش بس تعيد وتكرر، ولازم توصل الرسالة.